أحبتي في الله، نداء من الرحمن. من هؤلاء الذين يناديهم الرحمن؟ ولماذا يناديهم؟ من هم؟ ينادي المسرفين على أنفسهم، ينادي المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي والأوزار. ماذا يريد منهم وهو الكبير المتعال الجبار؟ لماذا ناداهم وهم مسرفين؟ أتدري ما معنى مسرف؟ تجاوز الحد في الطغيان والذنوب والعصيان، طالما تبجح على أوامر الله وطالما عصاه ومع ذلك ناداه. ماذا يريد منه؟ هل ناداه ليبين له ما عد له من أغلال وسعير وزقوم؟ لا والله، اسمع بماذا ناداه الرحمن الرحيم. ناداهم نداء الرحمة، إنه نداء إليك أنت يا من أسرفت، يا من عصيت، إليك أنت يا تارك الصلوات، يا شارب الدخان والخمور، يا صاحب السهرات المحرمة، إليك أنت يا صاحب الغفلة والإعراض، يا من طال إعراضه عن ربه ومولاه، يا من طالت معاصيه طالما عصاه، إليك أنت يا من سجلت في صحائفه الذنوب والخطايا، وإليك أنت يا أمة الله. لا تيأس، لا تيأس، نعم مهما بلغت ذنوبك لا تيأس، الله يريدك يا عبد الله، يريد أن يدخلك الجنة، يريد أن يطهرك من الذنوب، فلا تيأس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم. والذي نفس محمد بيده، لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. أخرج الآهات والاستغفار، أخرج علامات التوبة والندم يا عبد الله. قال أبو تراب: إذا أجمع الرجل على ترك الذنوب أتته الإمدادات من الله تعالى من كل جانب. فهنيئا لك يا من تبت، وهنيئا لك يا أمة الله على التوبة. ينادي الله المسرفين فيقول: أنيبوا، أقبلوا إلي، أسرعوا، لأن هذا الباب مؤقت بوقت، وهذا العرض مؤقت بوقت ينتهي فيه من قبل أن يأتيكم العذاب. فإذا جاء العذاب أغلق باب التوبة وأغلقت باب الرحمات ولم تقبل توبة العبد. إن لم تتب إلى الله يا عبد الله فقد أفرحت الشيطان وأغضبت الرحمن، ولعنتك الأرض والدواب والبهائم، ولعنتك الملائكة. فيا عبد الله ويا أمة الله، هل نقبل هذا النداء من أرحم الراحمين؟ هل نقبل على الله وهو يقبل إلينا جل وعلا؟ من تقرب مني شبر تقربت منه ذراع، ومن تقرب مني ذراع تقربت منه باع، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. الله العزيز الجبار يأتي هرولة لمن؟ لمن؟ لهذا المذنب العاصي الذي لما أراد أن يتوب جاء إلى الله، يأتيه هرولة يتقرب إليه، يريد له الجنة. أي كرم وأي جود! فإلى متى يا عبد الله؟ إذا مت، إذا رأيت النار، إذا أتتك العذاب، إذا أصبت بحادث مروع أو حريق أو شلل، حينئذ تتوب؟ متى تريد أن تتوب؟ متى تريد أن تستحي وترعوي والله ينظر إليك ويطلع؟ فتب إلى الله يا عبد الله، أسلم، تب إلى الله، يبدل الله سيئاتك حسنات ويدخلك الجنة، ويتحدث معك ويقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم. ما ظنك إذا جلست مع أرحم الراحمين ليقول لك: تذكر ذنب كذا وذنب كذا، وأنت خائف مرتعد، ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم، لأنك تبت إلى الله عز وجل مهما بلغت ذنوبك. ألا تريد أن تجلس مع الله فيباهي بك الملائكة؟ ألا تريد أن تتنعم بذلك النعيم الذي أعده الله؟ والحياة قصيرة، يمكن اليوم نفارق أو يفارق بعضنا، أو غدا أو بعد غد أو بعد سنة، ثم ماذا؟ ثم ردوا إلى الله. ستموت يا عبد الله، وإما جنة أو نار، إما أن تتوب فهنيئا لك، أو تعرض وتستكبر فأحسن الله عزاءك في نفسك. اللهم يا ذا الأسماء الحسنى ويا ذا الصفات العلى، يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، يا رب العرش الكريم، اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين.